المشاهد اللي عم تشوفون بلبنان وهن من مسابقات اللي بينظمها الاتحاد اللبناني للدفع الرباعي واللي ما لحق حاله هلا في موسم جديد رح نحكي عنه اكثر مع مارك شدياء رئيس نادي كسروان رياضي. اهلا وسهلا فيك مارك. وقتها كنتوا عم بتحضروا لل 2017 استقبلناك وحطيتنا بالجو بس ما كنا عارفين انه الاجواء هالقد حماسيه. مزبوط مزبوط. هلقد في ناس. نحن اول شيء صباح الخير. اهلا وسهلا. نحن استضفتونا عن عبر هالمنبر باول السنه وحكينا عن 2017 والايفنتات اللي راح تصير النشاطات بكل لبنان. خلصت النشاطات وبنهايه هالنشاطات طلع في عنا اكيد ابطال فائزين عن فئتين هن السيمي لوك والفول لوك. هلا بصدد تحضير ب 25 تشرين الثاني لحفله وتوزيع هالجوائز لكل الرابحين الفائزين والأندية وأكيد راح تكون برعاية وزير الشباب والرياضة اللي راح يواكبنا كان كل الوقت وعم بيساعدنا وحفلة راح تكون بالأطلال بلازا ب 25 شهر. هذه دعوة عامة لكل اللي بيحبوا الرياضات كافة لانه هيدي الدفع الرباعي تحديدا والدفع الرباعي تحديدا. كنا عم نقول انه على مدار السنه عم بيكون في نشاطات يعني نعم. 2017 شهدت كذا نشاط. مزبوط. شو عم بيكونوا كم نشاط صار؟ هن كلهم بيرجعوا للاتحاد في اتحاد اللبناني لدفع الرباعي اللي هو لبنان 4x4 فيدريشن. الاتحاد هو بضم اكيد مثل ما بتعرفوا نوادي هالنوادي هن مشكل هن بكل لبنان وبكل منطقه صار في ايفنت نشاط. ها هي اللي صارت جمعت كل الانديه وكل العالم صارت تروح عند يعني مثلا تصوري من كسروان نفس المشاركين هن بدهم يخوضوا كل المراحل بلبنان يعني بتصير اليوم بكسروان بكره بالشوف بعد بكره بزحله بالبقاع. هيدي حلوه انه كانت جمع كل لبنان. اوكي يعني صارت نشاطات بكل المناطق. طيب كل المناطق طبيعه ارضها وشو بيقولوا والجلال تبعها جاهزة لهيك نوع من الرياضة؟ هو نحن بنغير نحن بطبيعة الأرض أكيد. إيه يعني هيدا جورة الوحل يلي شفناها هي أنتم هيدي مستحدثة هيدي مستحدثة هي في شيء أرتيفيسيال وفي شيء طبيعي. وقد ما كل قد ايه لازم يعني هاي مثلا قد ايه كان هيدي فيها غمق بحدود 3 مترين ونص 3 متر بس السيارات مثل ما شفتوا انه مجهزين بطريقه كثير عاليه يعني قد ايه قلت لنا كلفتكم سياره تحت الهواء ايه قلت لكم في سيارات مكلفه بحدود ال 120 130 الف دولار وفي سيارات اقل بس في سيارات كثير. هاي الرياضه كثير مكلفه كثير مكلفه هون لانه بدك تجهز السياره يعني, مش انه ما في سيارات جاهزه لهيك نوع من الرياضه. لا قد ما تكون جاهزه بدك ترجع تشتغل عليها ضيف انت عليها بس في قلت لنا كانه 2 ليفل ايه في يعني على كاتيجوريز في فول لوك وفي سيمي لوك. سيمي لوك هي مجهزه انه نص تجهيز الفول لوك بكون بعد ما جمع المبلغ يعني بكون جاهزة. لا هو طيب يوصل على الفول لوك مجبور يبلش يمرق سيمي لوك يتقوى هو وبعدين يحط شو يعني تيقدر يوصل عليها كبادجت كسبونسر وكهو كمان اوكي قد ايه متحكم بسوقتها يعني اوكي عم نشوف انه في كمان نسبة مشاركين عالية اكيد يعني نحن بأول ايفنت وكلهم ما شاء الله كانت المشاركة يمكن بالشرق الاوسط ما صارت هيك لانه باول مشاركه كان في على يومين مدار يومين 120 مشترك 120 مشترك يعني هيدي بعد ما صارت اكيد. طيب لحظه خلينا نركز شوي على هيدي السياره او يلي قبلها. هول الدوليب كاميون قد دوليب الكاميون تقريبا بس بعد اضخم وبيحملوا كثير احجار اوكي الصليب الاحمر دائما متواجد اكيد معك. اكيد هلا كمان اليوم على منبركم بدي اشكر الصليب الاحمر والدفاع المدني والجيش والدرك كلهم يلي واكبونا بكل مرحله النشاطات. صار شي مره اكسيدون الحلو بهيدي الرياضه انه سيف يمكن اكثر ما واحد يكون عم يلعب باسكت بول ما حدا رح يصدق لانه ما فيها سرعه وكلها انه هي يعني على مهله بده يطلع صحيح صعب كثير بس السلامه اللي بقلبها وجود هالاشياء اللي بنطلبها نحن كثير عاليه يعني من الكرسي يعني انتم مش بس سيت بلت عادي لا يعني في عنده اصلا رول كيج اللي هو الارسول الحديد اللي هو بيحميه وفي عندك السيت بلت اللي مؤلف من 5 بوينتس بحزمه مظبوط والكرسي اللي قاعد بقلبها بيكون كثير محمي يعني كل السنه وقبلها وعبر هالرياضه كلها هون يعني وين بده يروح ما في مشاكل اذا طبت السياره بتطب الطبعه يعني جنب يمين شمال بضل قاعد محله ما بينهز يعني ما بينزل منها ما بيوقع منها. طيب قد ايه اعمار الشباب اللي عم بتشارك؟
بتتراوح من ال 18 لل 70. اوكي، وفي بنات؟ في السنة كان في كوتا نسائية باللعبة، كان في والله أحسن من المجلس. كم وحدة كانوا في بكم مرحلة عملوا للبنات، وسنة الجاية كمان رح نعطيها أكثر، يعني عدد قليل لحتى نجاوب. عدد قليل؟ لا هني كانوا شي ثلاثة أو أربعة منيحة يعني، بس لسنة الجاية رح نعمل لهم قسم خاص. لما نقول مسابقة سرعة بنعرف إنه يلي بيربح بيوصل قبل، مظبوط؟ إذا هيك مسابقة على أي أساس الرابح بيكون على حسب كم صخرة بعرفش النقاط؟ مظبوط مظبوط، هي يعني قليلة خبيرة خبيرة مظبوط خبيرة. لا حكينا فيهم نحن بأول لقاء بأول السنة، بس أنا كتير بنسى. بس لا مش قصة هيك كمان، الفكرة لحتى العالم يعرفوا يعني اللي ما حضرونا أول مرة. هي مثلا عنده تراجكتوار طويل، في بقلب صخور وجوار وحل وكل شيء. هلا بعد كل جوره باخرها مثلا في نقطه 200 نقط، يعني بده يجمعهم ليوصل على الفينش لاين. بس يقطع شو ما بيقطع مراحل، شو ما بجمع نقاط على اخرها بنقدر نعرف انه مين مع اكيد عامل الوقت كمان له اهميه. الوقت مع النقاط بنجمعهم بيطلع عنا اعلى سكور. اوكي، هو اللي بيكون شو اللي عم نشوفه هذا الفيديو بالليل؟ هيدا ايه لما اوقات بالايفنت بيكون في كتير مثلا ضغط، بنتاخر نوصل فيه للليل، بده يكفوا المتبرين بالليل، بس مش شرط انه يكون في على طول بالليل. هيدي عند التاخير نحن بنوصل لليل، بس بيكون كله مجبور يكفي. اوكي، يلي شاركوا السنه الماضيه رح يشاركوا برايك هلا بس الدوره الجديده؟ اكيد، وفي اكثر. هلا السنه مثل ما عرفنا انه العدد على تزايد كبير، وكل شيء بيرجع حسب نجاح، يعني كل شيء بتعمليه بينجح بلاقي في له دوره جديده وفي له اقبال جديد. اذا فشل بيكون السنه كتر خير الله قطعت كلها يعني بالنتيجه. اليوم في اتحاد طويل عريض، كلهم بيلعبوا بهاللعبه وكلهم بيفهموا، وفي قانون اهم شيء انه تمشي تحت القانون. كان في قانون صارم وماشي كل العالم مفصل يعني. مفصل مشينا وصلنا باخر السنه لابطال اللي هن ثلاثه بالفول لوك وثلاثه بالسومي لوك، راح يتم تكريمهم مثل ما حكينا. اوكي، لكن ب 25 تكريم ب 25 تشرين الثاني برعايه وزير الشباب والرياضه. أوكي. وهون بدي اشكره شخصيا على دعمه وعلى وقوفه حدنا بهالرياضه. اوكي، بال 2018 شو اول حدث راح يكون؟ اي متى؟ عندكم صار فكره؟ نحن راح نوزع الريجلمون يعني كل شيء مع السكادجول تبع سنه 2018 بالسهره. رح تعلنوا عنه بالسهرة؟ نعلن عنه بالسهرة، بس بالمبدأ دايما إجمالا أول الموسم ببلش عنا بواحد أيار. يعني هيدا بتعملوا شي إيفنت بالشتاء على التلج؟ هيدا السنة أول سنة عم نفكر بإيفنت على التلج، بس هو بالمبدأ نحن عنا واحد أيار على طول. السنة بيكون في يعني إكسبسيونيل ما بيكون بواحد أيار، بيكون على التلج قبل واحد أيار إذا صار إذا في زبطت إذا طيب بيكون في غير معايير إذا على التلج؟ هولي شو؟ يعني هون على التلج هاي سيارتي الشخصيه انا. بس هي مش مسابقه، هيدا لا بس هي نحن كنا نحن بنطلع على طول يعني كل احد اي اصعب طريق انت قاطع فيها؟ عم نحكي كتلج ولا بال لا بالافرود العادي مش تلج؟ بالافرود يعني ما في شيء اصعب من شيء، يعني في اوقات مثلا صخره كثير يمكن واحد يعلق عليها، يمكن واحد بجوره وحل كثير كبيره كمان يعلق فيها، يضطر انه يستعمل مهارات كبيره او يستعمل حدا يقدر يساعده. يعني اللعبه متنوعه ولعبه قاسيه جرسي يعني تعد اللعبه. اوكي، اشرس لعب يعني. مارك، نحن نشكر حضورك معنا، بدنا نتمنى لكم توفيق بالموسم الجديد. مارك شديا رئيس نادي كسروان رياضي، يعطيكم العافيه، تتكلل بالنجاح السهره وعقبال الدوره الجديده وأنا كمان. وانا بشكر استضافتكم لي للمره الثانيه، بشكركم. اهلا وسهلا وسهلا. نحن رح نتابع حلقتنا تكريما لمسيرته الفنيه والاكاديميه، كرمت جامعه روح القدس بالكاسليك المايسترو اندري سويد بامسيه موسيقيه احيتها الاوركسترا الوطنيه بحضور عمداء الجامعه وعدد من الموسيقيين والفنانين والطلاب. تقرير بالإدو. ما
مسيرته الفنية الطويلة، صوته الرخيم وموسيقته اللي بتمجد الرب، هي قبل كل شيء تكريم لكل اللبنانيين وتكريم لثقافة الفرح والحياة. جمع حوالي محبينه بالصرح اللي تعلم وعلم فيه ليقلدوا الوسام البابا والمذهب، هالوسام اللي ما بيليق إلا لعطاءات المايسترو أندري سويد الفنية والإنسانية. بس فاجأني البابا، فاجأني أندري أول شيء بثقافته، فاجأني بمعرفته، فاجأني بحبه بتواضعه وبصوته. من أنا وصغير عشت هيدا التامبر الحلو، كانوا يقولوا له صوته صوت بافاروتي، صوت تينوروسي. هل أنا علمته هل ما علمته هيدا بيعرفوا شو أنا. بدي أشكر أكثر شيء سانتو تيلو باب، يعني اللي منحني الشرف الكبير وسام الذهبي، هذه ما بتنعطى لمين ماكين. أنا كثير مسرور اليوم. هالمسيرة الفنية كلنا بنتمنى أنه بالآخر الفنان يكرم، وخاصة أنه عطى بمسيرته أجيال وأجيال، وعطى الفن أكثر 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 من 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 حياته الشخصية. الأستاذ أندري سويد هالمايسترو الكبير وزميل ورفيق العمر اللي عطى وضحى كرمال الفن الحلو. قديش تأثرنا التكريم على مستوى الوسام المذهب من البابا، شغلة كبيرة يعني بيكبر القلب فيها. الأستاذ أندري سويد هو فعلا من الأشخاص اللي زرعوا الفرح عبر الموسيقى، عبر عطاء الذات. يعني إذا بتاخدي كل تلاميذه الأساتذة اللي خرجون على مدى 40 سنة هون بجامعة أروح للتسليك، كان إنسان بارع. على متن الموسيقى والنوتة أبحر الحضور اللي استمتع بحفل مميز أدت فيه الأوركسترا الوطنية أجمل ما عنده، ورنم فيه المكرم بجانب أحفاده لتكون كل الأجيال حاضرة وترتفع لمساحات الفن والإبداع. من هون كان هالتكريم هو عرفون جميل له على كل أتعابه من قبل الأساتذة والطلاب والعمداء والجامعة بشكل عام. عن جد الحفل كان كتير مميز وكتير كنت مأثر. أنا عم دق قدام يعني جدي، مع أنه يعني دايما مندق معه ولقلك. التكريم كتير حلو وأستاذ أندري كتير بيستاهل لأنه إنسان إنساني قبل ما يكون موسيقار ومعلم. فنان وعبقري، هو إنساني وعن جد في الله وفي روح الله بقلبه، كل شيء نقال عنه قليل. احنا متلاميذه لمسي أندري، يعني يا إنسان مميز جدا، قد ما نحكي منضلنا مقصرين بحقه. إنه هذا التكريم إلنا كلنا، نحن بنعتبر حالنا كلنا تكرمنا بهذا التكريم. إلى عالم التغذية مع اختصاصية التغذية ميرا حاج فرح بريدة. أهلا وسهلا فيك ميرا. أهلا فيكم. نحن كتير مبسوطين. بين عليك جوان. أوكي، هي اختصاصية التغذية ونصحانة 6 كيلو. ميرا ليه نصحانة هالقد؟ كنت عم بقول لك تحت الهواء نصحانة. لا كنت عم بتقولي لها خارج. قلت لها خارج. هيدا هيك لنفرجي للمشاهدين انه كمان نحن ممكن نوع اوقات هيك باشياء معينه من بعد ما تجوزت من ورا العزايم وهالاشياء وغدوات وعشوات فهلا عم برجع. يعني ما بقى بحق لك انه خلص اكيد ممنوع. لا ما بقى بحق لك تحكي وتوعزينا. لا بضلني فيني اوعز، بس حتى بس لو دائما بنفهم العالم انه دائما نقطع بقصص معينه، كلنا بنحب بس المهم ننتبه انه ما نكفي بهيدا الشيء. مزبوط صح. اوكي ونرجلج نرجع نعرف اذا في اذا بدك عوامل وراثيه ممكن انه تلعب دور انه يصير في زياده وزن. هلا رجعتي عم تنقصي يمكن شوي. لا بس كمان في عوامل وراثيه للوزن اكيد. اكيد لانه بنشوف اوقات اشخاص بياكلوا كثير مثلا ما بينصحوا،
اكيد ما بيكونوا انه معناته بصحه منيحه، بس انه في اشخاص دغري اول ما تاكل دغري بيبين بيقول عندهم قبول يعني للنصاحه اكثر من وراء الوراثه، من وراء عمليه حرق الدهون، ورا كثير اشياء. اوكي، هلا نحن اليوم موضوعنا الاساسي هو سلامه الغذاء بمطبخنا، ونحن بنعرف انه المطبخ اللبناني ومطبخ صحي نوعا ما، بس ما كثير بيلتزم شروط سلامه الغذاء. مزبوط. العناوين العريضه دايما نحكي عن سلامة الغذاء قد ما عن جد أوقات عم بيصير في تسمم غذائي، عم نلقط كتير بكتيريا، فيروسز، أسس مثلا بارازايتس من وراء الأكل، ومش ضروري بس أنه نكون هذا الشيء ضروري نكون عم ناكل برات البيت، لأنه في هذا الشيء بلش من مطبخنا بالبيت. مشان هيك كتير مهم، رح نعطي كم نصيحة للمشاهدين خاصة إذا في مسنين او اذا في اطفال. اذا في نساء حوامل بتبقى مناعتهم شوي ضعيفه، فكتير مهم المشاهدين يتبعوا هلا نصايحنا. اوكي، هلا بس خلينا نقول انه رح نعرض صور ونعلق عليهم. صح، مزبوط. اول صوره هي هالبراد مع درجه اول صوره الحرارة. اهم شيء ننتبه على حراره البراد، لانه اوقات في برادات ما بيكون فيها الميزان من برا الارقام، ففينا نجيب حيالا ميزان نحطه بالبراد. اذا لازم تكون ماكسيموم 4 درجات، والثلاجة ماكسيموم ناقص 18. أوكي. يعني دائما بس تكون عم نعلى عن هالحرارات هيدا، يعني بقى نعرف انه الاكل ممكن انه ينتزع وممكن تتكاثر البكتيريا فيه. أوكي. يعني اقل أوكي. مش منيح واكثر مش منيح كمان. اجمالا يعني درجه البراد بين 0 و 4، يعني أوكي. اذا نزلت اكثر بصير يتلج الاكل، والفريزر ذات الشيء يعني اذا كان اكثر بكثير كمان بصير يعني كثير يتلج الاكل، مشان هيك ما لازم تكون اقل. اذا بدك اقل للفريزر واكثر للبراد. مزبوط، يعني مزبوط. ما لازم ننزل اقل من ناقص 18 للفريزر. مزبوط. ما لازم ننزل اقل من 0 ل 4، يعني اكثر من 4 درجات بصير البكتيريا تتكاثر. أوكي. اوكي طيب، ثاني صوره قطعت يمكن سوبر ماركت، كلنا بنروح